معنا على التليفون النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائبة مساء الخير، أهلا بحضرتك. ويعني اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة انعكس على تمكينها سياسيا لدرجة أنه بقى دلوقتي عندنا 38 نائبة بمجلس الشيوخ و162 نائبة في مجلس النواب، شايفة ده إزاي؟ مساء الخير على حضرتك يا أستاذة ريهام. الأول بهني الشعب المصري بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة واللي حققته للشعب المصري. خليني اقول لحضرتك انه ذكاء شديد من القياده السياسيه الاهتمام بملف تمكين المراه. كل البرامج الانمائيه الدوليه بتهتم اهتمام شديد بملف تمكين المراه باعتباره انه يعني ملف كل الدول في احتياج ليه، بالاضافه لان هو جزء من العداله الجندريه وحقوق الانسان وصحه التعبير يعني. السيد الرئيس مش بس مكن المراه سياسيا، احنا المراه كان ليها اولويه في ملفات كتير قوي. السمول المالي في تكافل وكرامه، في حتى مؤخرا في ملف القضاء الطفره التي حدثت لم يسبق انه يكون للمراه الحق في انها تكون قضيه في القضاء الاداري. ده برضو حاجه مهمه قوي. كل ده القى بظلاله على السياسية مهتمة بالملف وبتاخد فيه البادرة. غالبا كل مؤسسات الدولة الأخرى بتسلك نفس المسلك. النهارده شايفين عدد كبير من النائبات تحت قبة البرلمان بمجلسي الشيوخ والنواب وأدائهم ملحوظ. من البرلمان اللي فات الحقيقة كان ليهم تأثير وكان ليهم دور، ويمكن ده تطور، التجربة بتطور نفسها أكثر. في تطور ملحوظ موجود من الأداء النيابي للمرأة في هذا العام. أعتقد أن المرأة المصرية محظوظة جدا باهتمام القيادة السياسية. بناخد فرص ما كانتش ممنوحة قبل كده وما كانتش موجودة قبل كده. الحكومة بتاعتنا فيها عدد كبير من الوزارات الثقيلة، الحقيقة الحقائب الوزارية الثقيلة التي لم تكن تمنح للمرأة في ملفات محدودة ليها علاقه اكتر بالشان الداخلي. طب تمكين المراه يا سياده النائبه يعني لم يتوقف عند التمكين السياسي فقط، ولكن ايضا التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وده تمثل في زياده نسبه المشروعات الموجهه للمراه الى 68.8% في عام 2018، كلمينا عن ده. ما زي ما بقول لحضرتك انه التمكين الاقتصادي للمراه حسب الاحصائيات انه جزء كبير اكثر من 70% من الاسر المصريه بشكل او باخر بتساهم فيها المراه المصريه ان لم تكن بتعولها بالكامل. وفي الاقتصاد الغير رسمي كمان والمراه فيه بتشكل فيه عمود كبير قوي، وهي اللي بتشيل البيت تقريبا في معظم الاعمال الغير منتظمه. ده ليه مردود على البيوت وعلى المراه، لانه هذا التمكين كل ما يكون البيت اكثر استقرارا. الاسره المصريه، الاسره هي نواه المجتمع، كل ما تكون الاسره اكثر استقرارا كل ما ده هيطلع عناصر اجتماعيه صالحه. الاستقرار بيجي من الاستقرار المادي اولا، بتكون الاسره مطمنه على دخلها. فهذا التمكين اكيد اكيد بيدفع بمعادلات التنميه، واكيد بيفرق مع الاسر المستشفى تحت له. كمان أكيد. المراه اقل فسادا واكثر حرصا على مستقبل اولادها، فكل قرش بتكسبه بتكون حريصه على ضخه في المنزل وضخه في المكان السليم. تمام. فانا بشوف انه فعلا المراه المصريه محظوظه في عصر في هذا العصر في عصر رئيس السيسي. شكرا جزيلا لحضرتك النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.